شفنا الشناوي ما شاء الله تطور، وانت قلت انك دربته كمان وهو صغير، وعامل الشخصية كان مهم جدا، عامل الشخصية خاصة في مركز حراسة المرمى لازم يكون عنده إصرار، روح القيادة عنده موجودة. فخلينا نتكلم كمان على رؤيتك لمستقبل النادي الأهلي. عندنا الشناوي، عندنا علي لطفي، عندنا مصطفى شوبير، عندنا حمزة علاء، كل دول ولاد. قول لي يعني مستقبل النادي الاهلي في الجزئيه دي او في المركز دوت يا كابتن. بص يا كابتن، يعني في ناس كتير جدا بيكلموني صحفيين، يعني يقول لك النادي الاهلي محتاج حراس، محتاج. انا شايف ان النادي الاهلي مش محتاج اي حاجه. ليه؟ الشناوي عنده 32 سنه دلوقتي ما شاء الله، عبد المنصف بيلعب عنده 44 سنه او 45 سنه، الحضري نفس الكلام. يعني دلوقتي عامل السن ما بقاش موجود زي زمان، خاصه حراسه المرمى فانا شايف ان حراسه المرمى في النادي الاهلي انا هي مش محتاجه حد يجي من بره. زي ما حضرتك قلت كده، النادي الاهلي محتاج الشخصيه، مين هو اللي يلعب في النادي الاهلي؟ لازم يكون ليه شخصيه النادي الاهلي، مش اي حد يلعب في النادي الاهلي، وحضرتك طبعا اعلم بالكلام ده. فانا شايف بره ما فيش حد انه يجي يحرس مرمى النادي الاهلي ليه الشخصيه بتاعت النادي الاهلي. هنتكلم على الثلاثه الموجودين وحمزه اللي هو الحارس الرابع اللي هو من الناشئين تحت. يعني انا شايف علي لطفي حارس مرمى كويس جدا، عنده 31 سنه برده مش كبير. مصطفى شوبير انا شايف ان هو لازم يصبروا عليه، ولازم يقعد، ولازم ياخد خبره، ولازم لانه الولد التالنت عنده عالي جدا، فلازم نصبر عليه. الولد كويس جدا والناس تصبر، يعني مش عايزين نستعجل على الولد. احنا كلنا طلعنا في نفس سنه والناس صبرت علينا، انما ده لسه صغير، ده عنده 20 سنه يا جماعه، ده ما ينفعش تقولوا عليه صغير. الولد كويس ولازم نصبر عليه، انما انا شايف حراسه المرمى في النادي الاهلي مش محتاجه خوف، يعني مش محتاجه بخير دايما يعني. طبعا طبعا.